او طيب يا واد احراج احراج واد الاكباتي يا واد لا بعلمكم ما صار طول عمرك كل جمعتكم ايه بدايه جاني ابو منصور ابوي قال اي قال بنروح ناخذ الجرعه انا فاقعين قلبي عينك بتصير ما ادري ايش يصير فيكم ما ادري وانا مفقوع عن قلبي المهم وش اسمه وانا والناس تنصح وانا بياخذها بصدق بس متوتر شوي خايف شيء جديد خايف اني يموت المهم مع ان الدوله مصرحته والدوله ما تصرح على شيء احنا واثقتم فيه وتبي الخير ايش اسمه لعيالها مع انها برا ترى بفلوس المهم وياخذني ابوي ابوي عرف اني متوتر انا توتر من اي حاجه حتى من ابره توتر منه وياخذني ابوي تعال مش انا معك وبعدها بقهويكم ادري وش عاد ابوي ما يعرف الكوفيهات هذه بس يقول لي اجيب لك قهوه ام 28 قلت لا لا قال لا يا طول عمره يا رب يم يروح الرجل يهديني ابوي من الكلام يوم اخذت الابره قال يو عز الله فقدت ولدي روح تكفى يا يبا قال والله والله اني احبك قلت لا والله اني احبك يا ناصر والله العظيم يا رجل اني تلوى في الصاج وجهه تعبير وجهه خلاص يقول انا اروح ويضرب الطبلون زي كذا يقول يا حراره شبدي بعلمك احنا راجعين الحين من لبن راجعين من لبن توني واخذها حي وش اسمه كل ما وقفنا عنده وشافني ها سجيت عن الموضوع قال ترى ان مت ان ما مت جايك عيال بس روح يا رجاجي هو يلعب بنفسيتي هو يلعب بنفسيتي وياخذ لي قهوه قال ها تبى قهوه قلت لا وهو يروح ما اخذ لي قهوه قلت اسمعني قال تبى قهوه يوم قربنا من الكوفي قلت تبى قهوه قلت لا يا ولد خلني قبل ما تموت خلني اجيب لك قلت لا يا ابوي ما عاد وانا صدق انا والله تضايقت يوم اني يوم وصلنا البيت قال تراك ما انت ميت ولا مير والله القهوه 28 ريال حرام حطها لا جاني قهوه وبغيت ابكي هذه نهايتها يا رجال انا كباتي واجد منها بعد وصايا المراده